ابو جبل مش اعلى راتب حارس مرمى في مصر، في محمد الشناوي اعلى. احد الوكلاء قال لي ابو جبل فري، ممكن تتعاقدوا معاه في البنك الاهلي؟ اه طبعا، دي حاجه تبقى كويسه جدا. ابو جبل مش اعلى راتب حارس مرمى في مصر، يعني هو معايا في البنك الاهلي فانا عارف الراتب بتاعه، فلا يعني ممكن يبقى الرابع الخامس، ان في ارقام اعلى من كده. في محمد الشناوي اعلى، في محمد عواد عقده اعلى، في احمد الشناوي حارس بيراميدز وشريف اكرامي عقدهم اعلى، يعني في حراس كتير ممكن كمان، يعني ان هو كمان جالنا فري كان مش عقده خلص مع الزمالك وعقده ما 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 ما, ما تكملش مع النصر السعودي، فلا يعني تكلفته عاديه، يعني ما تتحطش في من ضمن التكاليف العاليه لحراس المرمى او للاعبين. يعني كواليس ازمته مع الزمالك، هو كان عقده بيخلص وجاله عرض ما يترفضش من النصر السعودي بمبلغ كبير جدا يفوق راتبه في نادي الزمالك 3-4 أضعاف او اكتر كمان، فكوضع طبيعي كلاعب وعايز يامن مستقبله وكده، فطبيعي ان هو يقبل، خصوصا ان هو كان فيه عقده بيخلص مع نادي الزمالك. طرح عليا الاسم من احد وكلاء اللاعبين، وانا طرحته على كابتن خالد جلال المدير الفني للفريق، وعلى اللي هو اشرف نصار رئيس النادي، واستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الفريق، ورحبوا جدا باسم ان هو اسم كبير وحارس منتخب مصر وكان حارس الزمالك طبعا، فكان في ترحيب. يعني احد الوكلاء قال لي ابو جبل فري، ممكن تتعاقدوا معاه في البنك الاهلي؟ قلت له اه طبعا، دي حاجه تبقى كويسه جدا. فعرضت الاسم على الكابتن خالد جلال زي ما قلت لك والمسؤولين في البنك الاهلي، ورحبوا وعملنا جلسه وانتهى الامور، وقع الحمد لله معانا لمده 3 سنوات. يعني احنا طبعا بنتعاقد مع حارس مرمى عشان يديني اقصى درجه لعب، يعني احسن يديني احسن مستوى. ما اتعاقد مع محمد ابو جبل بالنسبه لنا احنا كنادي البنك الاهلي، اللي احنا بتجيبي نجم او لعيب سوبر او حارس مرمى سوبر عشان تاخدي منه احسن مستوى عشان يفرق، يبقى مؤثر مع الفرق. بالنسبه لابو جبل لا، هو نادي البنك الاهلي دلوقتي بقى من ضمن الانديه اللي اللعيبه بتتسابق ان هي تتعاقد معاه، ان الحمد لله عندنا قدره ماليه كويسه، عندنا سيستم في النادي، عندنا طموح السنه الجايه ان احنا نكون في المراكز الاربعه الاولى، فهو ظروفه اللي هو ما قدرش يكمل او يرجع نادي الزمالك، فبيبدا يحط قدامه الانديه اللي هو هيبقى مستريح فيها. يعني انا عايز اقول لك ان معظم لعيبه مصر كانوا عايزين يجوا البنك الاهلي، نادي البنك الاهلي في الموسم الجديد. هتقولي بقى اصل نادي معاه فلوس، نادي لا، احنا عندنا سيستم الحمد لله في النادي، وعندنا هدوء، وعندنا استقرار مالي وفني واداري في النادي، فاصبح نادي البنك الاهلي يعني عايز اقول لك جهه او نادي كل اللعيبه عايزه تلعب فيه. وابو جبل كان سعيد جدا على فكره هو بيمضي التعاقد، وكان هو المتلهف عايز يخلص القصه ويتعاقد